بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وبحزن عميق تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبد الرحمن مهداوي. المدرب الوطني الأسبق أكرم الله مثواه وطيب ثراه. عبد الرحمن لمن لا يعرفه لاعب كرة قدم ومدرب جزائري، ولد في 7 أكتوبر عام 1949، وبدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب شاب لنادي نصر حسين داي، لكنه لسوء الحظ تعرض لإصابة خطيرة أوقفت مسيرته الواعدة، ليبتعد عن الملاعب لبعض الوقت. توجه مهداوي بعد الإصابة لأداء خدمته العسكرية، ثم عاد إلى ممارسة كرة القدم من جديد مع فريق بناء الجزائر، لكنه أنهى مسيرته مع هذا الفريق في سن مبكر ليكرس نفسه أكثر لدراساته، ليعود بالظهور إلى الساحة الكروية وينتقل إلى تدريب المنتخب الوطني في سنوات التسعينات، حيث توج مع المنتخب الوطني العسكري بلقب الألعاب العالمية سنة 2011 بريو دي جانيرو على حساب المنتخب المصري. تولى عبد الرحمن مهداوي كذلك عدة مناصب على مستوى المديرية الفنية الوطنية للاتحادية، فضلاً عن إشرافه على العارضة الفنية لعدة أندية منها وداد الإنسان، مولودية الجزائر، ونصر حسين داي. وكان لفقيد الكرة الجزائرية كذلك تجربة بالخارج، تولى فيها الإشراف على فريقي النصر والتعاون قبل توليه رفقة المرحوم عبد الحميد زوبا مهمة تدريب فريق أهلي بنغازي الليبي. وفي السنوات الأخيرة من مشواره الحافل انتقل مهداوي أو الشيخ دحمان كما يلقبونه إلى مجال التحليل التلفزيوني الجزائري والإذاعة الوطنية، إذ كان لنا الحظ نحن قناة الجزائر أنوان باستضافته في حصة الخضرة أنوان كمحلل رياضي، أين نقش وحلل بعض المباريات. أنا مسابق وعودت رجعت وطن كما قال أخ نصر، هذا الفريق وطني وهذا النخيب وطني ضروري من سرعوش في الأعراب بعد مباراة، العكس من سوش واش عمل، لأن ربي بعتنا الصح، قال كلمة قال ربي بعتنا هذا الشخص اللي ممكن صلح أمورنا صفة عامة صلح أمورنا. واليوم إن شاء الله هذا أعطيتني فرصة باش نتكلم على بالماضي، لأن عرفت أنا كلاعب في 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 تربص مع المنتخب الوطني في عنابة، عرفته كلاعب دوك زدت عرفته دوك كشخص، وزدت تكلمت معه كناخب وطني. هذا الشخص هذا شد في الله تاع هذا الشخص هذا شد في الله تاع على وشد في المهنة تاعو ويحافظ على المهنة تاعو بصفة تعب جدية وبإخلاص حبا للمهنة. نعم حب للمهنة، لأن ما أش ما كاش هذا زيد عنده حاجة، يحب المهنة ويحب اللاعبين تاعه، يحب المهنة ويحب اللاعبين تاعه. لأن اللعب اللي يجيبه راه يحطه في فرق